مرحبا، أنا لبان. أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكل أونلاين. اليوم بدنا نعمل سبونج على كاكاو. قبل هالمرة عملت سبونج على فانيليا، الرابط رح يكون بصندوق الوصف. خلينا نشوف المقادير. 225 جرام سكر بتساوي كاسة وتلت، 10 جرامات كاكاو هي معلقة كبيرة معرمة كاكاو، 215 جرام طحين بتساوي كاسين طحين، 450 جرام بيض 8 بيضات كبار، رشة ملح مع زرف فانيليا. أول شيء طبعا بنحمي الفرن على درجة حرارة 200، بعدها بنبلش تطبيق القطو. هون حطيت 8 بيضات مع الملح مع الفانيليا مع السكر وخفقتهم لمدة 10 دقائق أو حتى يتضاعف المزيج ويصير لونه أبيض وكثيف. ممكن إذا عندك خفاقة عادية يأكل معك الوقت 3 ساعة. هاي كاسة السكر اللي أنا استعملتها، لازم تكون كاسة اللي عم تستعمليها بنفس الحجم. شغلت الخفاق على سرعة عالية، اختبرت المزيج بأنه كتبت رقم 8 بالإنجليش على وش المزيج. انتي نفس الشي لازم تعملي. نخلت الطحين مع الكاكاو. أنا استعملت 10 جرامات كاكاو لأن الكاكاو اللي عندي تقيل. إذا كان الكاكاو اللي عندكم خفيف لازم نستعمل 15 جرام. بنشيل 5 جرامات من الطحين، بنحط بدالهم 5 جرامات كاكاو. نخلتهم طبعا كتير منيح وضفتهم على المزيج بدفعات وحركتهم المزيج ببطء عشان ما اخسر الحجم اللي عندي. بتأكد انه ما عندي اي تكتل للكاكاو والطحين داخل المزيج، حتى بحرك بالسباتيولا مشان اتأكد انه الحراف ما فيها كاكاو. هون المزيج وزنه 900 جرام تقريبا، بدي اوزعه على صينيتين مقاسهم 30 × 40. باخد 450 جرام لكل صينية، بمسح الوش كتير كتير منيح. وبحطهم بالفرن بالرف الوسط لمدة 10 دقايق أو لحتى يحمر الوش. ممكن يأكل معكم بالفرن أكتر، كل فرن حسب حماوته يعني، بس ما لازم أكتر من 13 دقيقة. هون بعد ما صار معي جاهز حررت الاطراف وقشرت ورقة الزبدة، صار جاهز التقطيع والتطبيق. طبعا اللي بدها تشوف هاد القالب انتظروني بالفيديو اللي جاي ان شاء الله، رح نشوف مراحل التطبيق والتزيين. اذا عندكم اي اقتراح حابين انفذه بالمستقبل ممكن تكتبوا لي اياه بالتعليقات او تزوروني بصفحتي ليليان كيك وتكتبوا لي التعليق على الصفحة. شكرا كتير وصحة وهنا.